بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير من هنا من أرضية ميدان الدريز لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحدي هذه الأشواط، ضمن هذه الشارة المقدمة من العبد بن محمد الوهيبي. هذه الشارة للموسم السابع لأول افتتاحية لسن الفطامين والجيل الصاعد والمستقبل لعالم سباقات الهجن والظهور البطلة الإعلامية الكبيرة التي تظهر في صباح هذا اليوم. أسير بكم مع مقدمة الشوط، مع الشوط الكاس الذي حير الانفاس، ولا الشوط الخنجر. هذا هو الشوط الخنجر الجلفكار. اين تتجه من الشعارات المشاركة المقدمة مع الصدارة؟ محب محمد بن الحميدي الوهيبي من ينطلق مع محب المركز الثاني، ايضا هناك المتواجد حربة سالم بن السيط المالكي ينطلق مع حربة المركز الثالث الوصول، حفل حمود بن سلطان اليابري، لكن اعود مع الصدارة مع المركز الأول القيادة والصدارة. مع المركز الأول انطلقت محبة 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 محبة، حبها للناموس، حبها للانتصار. أبو أحمد من يقدم محبة بهذا الانطلاق الجميل، لكن بن شطيط يحاول من جديد مع المركز الثاني، لكن محبة مع الصدارة. مع المركز الأول انطلقت نحو الخنير، نحو الخنير، خنير أبو الحميدي مع محبة نحو المركز الأول، تنطلق مع المركز الأول. أسعد الله صباحك على هذا الأداء الرائع الجميل، مشكور يا راعي ودع على الإنتاج الطيب. غادرة الخنجر أيضا بشعار الحميدي بن العبد الوهيبي، أيضا من حسم الشوط المركز الثاني، ايضا المركز الثاني كان هناك بشعار المهندس المركز الثالث. نحيل لجنه الخط والنهايه، توقيتنا الزمني دقيقه ايضا 48 20 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك محبه محمد بن الحميدي الوهيبي على الانتصار في هذا الشوط. تهانينا.